انضم إلينا من رام الله عصمت منصور، الخبير في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا في تغطية التلفزيون العربي. سيد منصور، أسألك في البداية عن ما تحدثت عنه إسرائيل من ضمانات وتعهدات بالتزامها بالذهاب نحو وقف الحرب حال إتمام صفقة تبادل الأسرى. ما الذي يدفع فصائل المقاومة الفلسطينية إلى تصديق إسرائيل بعد كل المشاهد التي رأيناها من تضليل فيما يعنى بصفقة التبادل؟ صباح الخير، صباح الخير وتحياتي لكم والمتابعين. يعني لا ثقة في الجانب الإسرائيلي، هذا يعني تجارب الماضية والحالية تثبت أنه خاصة نتنياهو لا يمكن الوثوق بتعهداته. هو كلما وجد نفسه في أزمة ومحاصر بالمعارضين لسياساته، سواء من داخل إسرائيل أهالي الأسرى الدائرة الواسعة التي باتت تلتف حولهم من سياسيين وعسكريين وأيضا من جمهور أو من الخارج، لذلك لا ثقة في نتنياهو. ولكن مثل هكذا اتفاقيات بالعادة يكون هناك ضمانات وهناك خطوات وأيضا تكون هناك تبادلية. المقاومة لديها أسرى ولديها أوراق بيدها، وبالتالي هي من خلال هذه الأوراق تستطيع أن تقدم صياغات تكون مرهون التنفيذ بالتنفيذ، بمعنى يقابل كل عملية إفراج خطوات من الجانب الإسرائيلي وعلى مدى الأيام التي يتم الاتفاق عليها. أما حول عدم العودة إلى القتال أو إنهاء الحرب، فهذا يفترض أن يكون قرار معلن، وأن يكون هناك يعني الوسطاء لديهم ما يكفي من الضمانات والتطمينات أنه سيتم تنفيذه، وأن لا يبحث نتنياهو عن ذرائع كل مرة من أجل يعني خرق هذه الاتفاقيات. هذه مفاوضات معقدة جدا، هذا وضع يعني كثير من عدم الثقة والشك يسود فيه بين الأطراف وحتى العداء. يعني نحن نرى أنه يعني هناك كل طرف يريد أن يسجل لنفسه انتصار وأن يهزم الطرف الآخر، وبالتالي لا يمكن الحديث عن ثقة في هذا المعنى. الحديث عن إجراءات متزامنة، الحديث عن وسطات ورعاية وأيضا ضمانات إذا كان هناك يعني خطوات بعيدة المدى وقائمة على النوايا بهذا المعنى. هنا يجب أن تكون الولايات المتحدة، مصر، دول إقليمية، قطر والوسطاء هم الذين يفترض أن يجدوا الوسائل التي يكبلون بها نتنياهو ويلزمونه بها بالالتزام بما تعهد به. لكن أنا أفترض أنه إذا اتخذ القرار وأعلن وتم التوقيع على الاتفاق، سيكون من الصعب على نتنياهو أن يتراجع، لأنه عندها سيدان وسيحمل المسؤولية وسيصبح هو الطرف الذي خرق الاتفاق، وعندها سيتحمل النتائج. ما الذي تغير الآن سيد منصور؟ يعني كل الفترة الماضية التحركات الطلابية في الولايات المتحدة، المجازر الإسرائيلية المرتكبة، التهديد باجتياح رفح، ما الذي تغير الآن حتى يعني نقول في هذا الإطار إن صفقة تبادل أصبحت لربما قريبة؟ هي لا زالت ممكنة، ولكن أيضا دعنا لا نستهين بالمعارضة الداخلية. هناك موقف أعلنه بالأمس سموتريتش وبنغفير، وهذا الموقف رغم أنهم عدديا لا يمثلون شيء ويوجد أغلبية لنتنياهو، ولكن هو يستند إليهم في بقاء ائتلافه، ونتنياهو عمليا يتقاطع معهم في بعض القضايا أيديولوجيا. هو أيضا يعني متزمت في موضوع الصفقة، لذلك ربما يعني هذا يشكل عقبة ويجعلنا في حالة دائما يعني عدم يقين أن تنجح، ولكن الأمل موجود. المختلف هذه المرة فعلا أنه نحن أمام مفترق طرق، والحراك الذي يعني يطالب بإعادة الأسرى يتوسع ويتزامن مع ضغط داخلي في الولايات المتحدة يجبر الولايات المتحدة على إبداء يعني موقف أكثر وضوح تجاه هذه القضايا وضغط أكثر على إسرائيل. أيضا الجانب المصري هذه المرة يبذل جهود ربما غير عادية، لأنه يرى أنه مفترق الطرق إما صفقة أو رفح، ورفح واجتياحها بالنسبة للمصريين هذه يعني مسألة تمس بشكل مباشر أمنهم القومي ومواقفهم، ويعني تضر إضافة طبعا إلى ضررها على الشعب الفلسطيني، وهذا أيضا عامل مهم لدى المصريين. ولكن أيضا هناك ضرر مباشر على مصر، تدفق
عشرات وربما مئات آلاف النازحين إلى الأراضي المصرية، هذا سيشكل يعني أزمة كبيرة وسينعكس على العلاقات مع إسرائيل. لذلك يعني واضح أن التداعيات الإقليمية والحالة الدولية والوضع الداخلي في إسرائيل كلها عمليا مؤشرات على أن هناك تغير في المزاج الدولي. أيضا دعنا لا نغفل أن الحرب مضى عليها 205 يوم حتى الآن، وهذه فترة طويلة، وعائلات الأسرى تشعر أنه إذا ذهبت إسرائيل إلى حرب في رفح، إلى عملية في رفح، هذا سيعني ربما خطر مباشر على أبنائهم وإمكانية أن يقتلوا أو أن يفقدوا أو أن يصبح الوصول إليهم أصعب في المراحل القادمة. لذلك هنا بدأت تتحدد الخيارات بشكل أكبر، يعني لم يعد هناك طرف أنه إذا لم يحدث الآن سيحدث لاحقا. نحن في النقطة الأخيرة من الحرب، نحن في الخط الأخير من المواجهة وهو رفح، وهنا إما أو، وبالتالي كلما أصبح السؤال محدد أكثر كلما الخيارات أيضا هي الأخرى أصبحت محددة، وأصبح مطالب نتنياهو باتخاذ موقف، يعني لم يعد بإمكانه التسويف أكثر. وهنا نذهب إلى سؤال بخصوص الداخل الإسرائيلي. تحدثت عن أن زخم المعارضة في الداخل الإسرائيلي قد ارتفع وزاد عن الفترة الماضية. هل يمكن القول أن الشارع الإسرائيلي ما عاد يستطيع تحمل أعباء الحرب التي لا تقف فقط عند عدوان إسرائيل على غزة، إنما امتدت لتصل إلى شمال إسرائيل وإلى الجبهات الأخرى؟ بالفعل الرأي العام الإسرائيلي، يعني هناك المتضررين مباشرة من هذه الحرب، النازحين من الشمال والجنوب، وهناك عائلات الأسرى، وهناك عائلات الجنود الذين يقتلون ويصابون أو معرضون للقتل، هذه فئات متضررة مباشرة، وهناك الرأي العام الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي والوضع الإسرائيلي كلها متضررة، أيضا سمعة إسرائيل في العالم، كلها عوامل تضغط على الرأي العام الإسرائيلي وتجعله يعني يبدي ميل أكثر إلى إنهاء الحرب. ولكن إضافة إلى كل هذه العوامل، وهي عوامل مهمة موجودة، هناك حالة عدم الثقة بالحكومة. الرأي العام الإسرائيلي لا يثق بنتنياهو ولا يثق بخيارات نتنياهو ولا بشركاء نتنياهو، ولذلك هذا يجعله يتخوف. كثير من الإسرائيليين يقولون نحن لا ننام باطمئنان ويد نتنياهو وشركائه تمسك بالمقود، هم لا يثقون بأدائهم سواء الداخلي أو على مستوى الخيارات والتصعيد وأيضا العلاقة مع الولايات المتحدة والإساءة لها وغيرها من القارات. لذلك يعني هذه الحالة من عدم الثقة إضافة إلى المخاوف إضافة إلى الضرر المباشر من الحرب، كلها عوامل تدفع الرأي العام الإسرائيلي إلى التغير في هذا الاتجاه. ولذلك فعلا يعني بدأنا نرى أن الداخل بدأ ينتفض، من شاهد المظاهرات بالأمس يلاحظ أنها بدأت تتوسع وبدأت تصبح عنيفة أكثر، وأيضا وفوق ذلك بدأت شعاراتها ومطالبها، يعني هم لا يخرجون الآن ويحملون صور أبنائهم ويقولون نريد إعادتهم فقط، هم باتوا يطرحون شعارات سياسية، هم لا يريدون حرب على رفح، لا يريدون عملية في رفح، وقالوا هذا بالأمس، هم لا يريدون تغيير الحكومة، وقالوا نريد تغيير الحكومة ولا نثق بهذه الحكومة، والطريق إلى تحرير أبنائنا نعم. يمر عبر إسقاط نتنياهو. لذلك يعني بدأت حتى الشعارات تتغير. شكرا جزيلا لك عصمت منصور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من رام الله. شكرا لك.